أنا أعتقد أنه لم يكن الخيار أمام أي فلسطيني، ليس فقط القيادة الفلسطينية، أن تتماشى مع مشروع ترامب، وخاصة أن مشروع ترامب كان واضحا كان يخاطب يحاكي فيها ليس فقط الصهيونية والسياسة الإسرائيلية، إنما كان يحاكي المناصريه أو البيس الانتخابي الذي يخصه في خلال ال4 سنوات. أعتقد أن يعني نحن أحيانا نعتقد لسبب أو لآخر أن كأن الدنيا تدور حولنا، لا مش مظبوط. يعني أنا لا أعتقد أن الإدارة الجديدة ستكون القضية الفلسطينية في رأس سلم أولوياتها، ولذلك الأمور يجب أن تختبر بشكل واقعي وصحيح. التصدي لترامب كان صحيحا، الاستعجال في الإعلان عما أعلن عنه خلال يومين في اعتقادي على الأقل وفق المعلومات المتوفرة لديك أي مواطن، لا أعتقد أن هناك من يبرر ما يبررها. نحن لا نبحث عن أعداء، لكن ما رأيك بما أشار إليه الدكتور سفيان، أن هناك يبدو حاجة فلسطينية للموضوع، الموضوع ليس فقط خيار سياسي، لا في حاجة حقيقية فلسطينية. يعني هذا سؤال نحن نواجهه أيضا كفلسطينيين هنا في الداخل حول موضوع الحقوق السياسية والحقوق المدنية، حول قضية الخدمات وقضية الموقف السياسي الوطني الاستراتيجي العام. في اعتقادي يجب أن لا تكون الضائقة، رغم أنني أعلم تماما أن هنالك ضائقة حقيقية، أن لا تكون عنصرا لتطويع الموقف السياسي. وأنا يعني طبعا إذا كانت القيادة الفلسطينية قد وقفت في وجه ترامب على مدار 4 سنوات وقامت بخطوات شجاعة جدا بدون أدنى شك، فأنا لا أعتقد أن هنالك مجال الآن للحديث على أن هنالك مكان للي الأذرع بمجيء بايدن. طيب حضرتك أكثر منا خبرة، ربما حقيقة عفوا ربما لا أملك كل المعلومات، لكن في اعتقادي كان بالإمكان الانتظار حتى يتولى بايدن الرئاسة، وليكن هذا الشكل من أشكال الصفقة للتعاطي مع بايدن. طيب أنا حقيقة لا أعرف، صحيح. لكن أستاذ محمد كمواطن بعيدا عن